حقيقة وفاة المشهور السعودي ريان جيلر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المشهور السعودي ريان جيلر وسط منشورات نعي عبر حساباته، وأن ريان أنور عباس الحباس الشهير بريان جيلر توفي بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء نومه في غرفته في المنزل، وأن عائلة المشهور السعودي لم تحدد بعد موعد الجنازة أو الدفن. ومع الساعات الأولى من صباح اليوم نشرت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشهور السعودي إعلاناً عن وفاته، فيما لم يكن واضحاً ما إذا كان إعلان الوفاة يعود للمشهور السعودي أم أنه نفسه نشر حالة وفاة أخرى تعينه. وعبر متابعون عن صدمتهم من الخبر فيما شكك آخرون فيه، مرجعين ذلك إلى إعادة نشر ريان جيلر أخباراً عديدة غير صحيحة عن حياتها الشخصية بهدف إثارة الجدل. فيما شككت متابعة بنبأ وفاة جيلر، الله أعلم الحين يطلع ويقول حسابي تهكر استغفر الله العظيم. وقبل نحو أسبوعين وجه ريان جيلر رسالة إلى متابعيه كشف فيها عن مروره بحالة من الإحباط والحزن وعدم الرضا عن الطريقة التي يظهر بها عبر حساباته الإلكترونية، وأعلن أنه يرغب في بداية حياة جديدة، لافتا أنه غير راض عن نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي ولديه طاقة عليه أن يكرسها لعمل أكثر فائدة لنفسه ولمتابعيه. نتمنى أن يكون هذا الخبر غير صحيح، ونتمنى للمشهور السعودي ريان جيلر دوام الصحة والعافية. لو أعجبكم الفيديو فضلا منكم وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل تشجيعا لنا حتى يصل لكم منا كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.